شوفوا، من السنن الكونية وقوع البلاء على المخلوقين كاختبار لهم وتمحيص للذنوب ديالهم لكي يميز ما بين الصادق والكاذب ما بيناتهم، لقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وقوله تعالى أيضا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقول عليه الصلاة والسلام أنه عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله إذا أحب قوما كيبتليهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لا، هذه ماشي حكاية دينية، حكاية الليلة نتاع إنسانة من وسط قروي اللي غادي يبدأ الابتلاء ديالها مسكينة من السن ديال المراهقة مع الزواج الغلط والتفكير المحدود والجهل وأحداث كارثية اللي غادي نخليكم تكتشفوها في الحلقة نتاعنا الليلة، حلقة فعلا للعبرة. بس مشوفين، سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانية. عافاكم من كل قلبي متابعين مخلصين اللي شافوا الحلقة 61 أو للحكاية 61، أكثر حكاية تعاطفوا الناس مع صاحبتها وخدوا من عندي نمرتها. أنا فقط من فضلكم أسألكم الدعاء لولدها لأنه دخل في غيبوبة، هذه تقريبا 3 أيام ولا 4 أيام، فخلي ما نتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. غادي نختاروا كاسم مستعار لصاحبة حكايتنا الليلة من الأسماء اللي اختارته ليا كيف العادة هند. كتقول هند: أنا هي البنت الكبيرة عند والديا، كانت تامي واحد البيئة اللي هي قروية رغم الفقر، فالحمد لله عشت وسط عائلة اللي عادية جدا ومزيانة. والديا ربوني واحد التربية اللي كانت حسنة، واخا كانت صعوبة من ناحية ديال القراية لأنه المدرسة كانت بعيدة علينا والتعليم كان ضعيف. المهم أن عن دوري قريت حتى وصلت للإعدادي، ومع أنه كانوا صعوبات في وسائل النقل وكنا وسط الفقر وبي الله كيدبز مع الوقت باش أنه يجيب لنا ما ناكله، كانت الحياة صعيبة، ورغم داكشي عشنا الحمد لله مستورين. وصلت للتاسعة ونجحت فيها، وهنا فين غادي تحبس المشوار الدراسي ديالي لأنه الثانوية بعيدة علينا بستين كيلومتر. فوالديا قالوا لي جلسي، وما لقيتش كيف ندير وجلست. بعد عامين فاش درت 17 سنة جاو شي ناس باش أنهم يخطبوني لولدهم اللي كان فايتني بعشر سنين، واللي بينوا بلي أنهم جايين بحسن النية ديالهم ومعقولين. سولوني واش بغيت، قلت واخ، وأنا ما عارفة والو، 17 سنة ما عارفاش الحياة كيفاش دايرة، وعمر شي حد ما كان في حياتي قبل هذا السيد، كنت ديما غير سد عليا، وعمرني فتحت المجال شي حد انه يتصارع عليا، ديما كنت سد البيبان. فبوب دورو قال لهم الله يسر، واخا مازال ما كملتش السن القانوني، فوق من هادشي ما سولوا لا عليه ولا على اصله. ورغم هادشي كله كان هاد الانسان اللي تقدم ليا غامض، ما عطاني المرتو باش يكون تواصل ما بيناتنا حتى شي حاجه، عائلته كانوا زربانين تيقولوا لينا غادي نديروا العرس هاد الشهر. مو بدورها ما كانتش مرتاحه، ورغم داكشي ما بيناتش. والديا ما عندهمش تجربه وحتى انا، ويمكن حيتاش قرويين تفكيرنا كان محدود وما منفتحش على العالم الخارجي. المهم هذا اللي جاي يخطبني كان عنده واحد ولد عمتو اللي كان ساكن هو وياه في نفس الدار، فمن جاو يخطبوني انايا سولوا واحد جارتنا واش كاينه شي بنت وحده اخرى بحالي اللي باقا صغيره، غادي تقول لهم اه راه كاينه اللي هي بنتها. فمشاو شافوها حتى هي وعجبتهم واتكلوا على الله. من بعد الخطوبه داز فتره نتاع 4 شهور، داك اللي بغى يتزوجني ولد عمتو جمعوا الاوراق باش اننا نتكاتبوا. نهار مشينا عند العدول، تخيلوا هذاك اللي بغى يتزوج بيا كانت مسافه بيناتنا بعيده وغير ساهي، وبحينا ماشي حنا اللي جايين نتكاتبوا، وما كانش ما بيناتنا حوار نهائيا. اما البنت اللي جات معايا بنت جارتنا اللي غادي يتزوج بولد عمو كانوا منسجمين وتضحك معانا وتيجمع، انا ما فهمتش خصوصا ديك الساعه كنت صغيره وما عارفاش اصلا شنو كيوقع. المهم تكتبنا عند العدل، ومن بعد قال باه بلي واحد شهرين وغادي نديروا العرس. بوبات البنت قالوا ليهم لا خليو بلاتي غير واحد شويه. با نطق وقال لنا لا راه بناتنا غادي يولدوا، ما بغيناش نقربوا الاسبوع ديال بناتنا ما بين العرس ديال ولادنا. قالوا لي صافي ماشي مشكل وتوكلنا على الله، غادي يجي نهار ديال العرس اللي درناه في نهار واحد وكل جهه فيها المعروضين ديالي وديال ديك البنت. ولكن العرسان ما جاوش. مات هذيك البنت قالت لهم علاش ما جبتوش معاكم العريس، شكون غادي يبرز حدا بنتي دابا، هي اللي غادي تدوي نيابه عليا وعلى بنتها. قالت لها حمتها ما قلتوش لينا باللي راكم دايرين العرس فيه الجوخ باش نجيبو الدراري زعما العرسان، غادي تجاوبها مات ديك البنت واخا هكاك العرسان كان خصهم يحضروا. فبداو كيتناقشوا وكيتعايروا، وحماتي حتى هي ورغم ذلك غادي يبردوا الامور، والديا ما قدروش يدويو، الناس بساط على قد الحال داخلين سوق راسهم. قالوا دابا حنا عارضين على الناس ما كاينلاش نديروا الشوها. انا ما كنتش عارفه هادشي، انا ما كنت فاهمه والو، تيبان لي بنادم تيشطح ناشط
ما عارفش كنتسنى غير داكشي يدوز وصافي. داز العرس بلا عرسان، جيت لداري وبنت الاخرى مشات لدارها، ولكن حماواتنا بجوج ساكنين في دار وحده اللي غادي يشرطوا علينا وقالوا لينا بلي انكم غادي تاكلوا معانا وتشربوا معانا وحياتكم ديال النهار كلها معانا من غير المباته، غادي تمشيو تباتوها في ديوركم. وهنا غادي يبداو المشاكل من نوع اخر مع صغر سني وبراءه ديالي ما كنتش كنعرف كيفاش نتعامل. فوق من هذا الزوج ديالي ما عرفش يتعامل معايا كزوجه، وكل مره شنو كان تيقول لهم على العلاقه ديال الخاصه، امه كل مره كتلومني وكتعيرني وكتعير ماما كانه انا فيا شي خلل، والمشاكل كانوا جنسيه، كانت حماتي كتجر ماما وتعاود ليها عليا بمعنى مبسط بلي انني غير صالحه للزواج. ما كانت مسكينه غير كتخبي عندها باش ما نعرف انا والو. فديك 10 ايام الاولى من بعد العرس كنت كنسول الراجل واش غادي يسالي لي هذا الكونجي باش انا يرجع يخدم، تبقى يقول لي غير باقي، وهو ما كانش خدام وانا ما كنتش عارفه. دازت دوك الايام بالاهانات والقهره، ورغم داكشي تخيلوا عمرني ما عرفت شنو كان شادني في ديك الفتره، ما كاين لا حب ما كاين لا انسجام لا تفاهم حتى شي حاجه. واش كنت خايفه على والديا انهم يرفضوني او لا توقع شي حاجه لماما اذا قلت لها صافي بغيت نسالي مع هذا السيد؟ ما تنساوش بلي انني جايه من البلاد العربيه، يعني كاينه الهضره بزاف. كنخيل انا وديك البنت كنشقاو عندهم وكان ناكلو وكنشربو معاهم. ديك البنت واحد النهار قالت لي بلي انني راني سمعت راجلك كيدوي مع جداه، وقالت لي فوقاش وليدي غادي تخدم. بدات كتحلف بلي انا سمعت وقال ليها ما غاديش نخدم. انا بحيلا تصفقت وتصدمت، ورغم داكشي ما قدرتش نواجه حيتاش عرفت غادي نخرج بلا نتيجه، لانه ما كاينش حوار ما كاينش انسجام ما بيناتنا. ديما كنشوف التصرفات ديالو غراب وفي شي شكل، بعض المرات تيكون معايا عادي وبخير حتى كيقطع معايا الهضره بدون سبب. النهار كله تنقيلو مع عائلته وكنجي لداري غير باش الناس ما بيناتناش الحوار. هو من داك النوع اللي منطوي على راسه وغير ساكت وما كتعرفيش شنو به او شنو كيدور ليه في راسه. في الاول قبل ما نعرف بلي انه ما خدامش حاولت انني ندير المانع الحمل وما خلانيش وما درتوش. بعد 4 شهور على زواجي به اللي كان فيها بطبيعه الحال جالس وما كيخدمش، غادي نلقى راسي بلي انني حامله على سن 17 سنه. دوزت حملتي كلها وسط عائلتي اللي دازوا عليا شلة معاناه ما بيناتهم الاهانات والجوع. البنت اللي معايا فاش حمتها عرفات بلي انني حملت مسكينه بقات كل مره كتضرب ليها المعاني بيا، وعاوتاني هي قصتها بوحدها. المهم داز الحمل ديالي وولدت بنتي في سبيطار عمومي. بنتي غادي تزاد سخفانه، ما بغاتش ترد عليا لمده 3 ايام، تكرفصات وتكرفصت معاها، عاد جات عندي امي وبدات كتعاونني. من نهار تولدات صدرها فيه الصوت وانا ما قادراش ندال عند الطبيب ولا السبيطار، حيت المشكل اللي عند باها انه عنده فوبيا من السبيطارات والاطباء والدويات، ومستحيل تشربي قدامه الدواء او لا تقولي انا مشيت شفت الطبيب. وهنا بالضبط فين تاكدت بلي انه هذا السيد غير طبيعي. من بعد مشيت لدارنا كل شيء اللي شافات يقول لي مالها مسكينه ضعيفه مال صدرها فيه الصوت. تنقول لهم لا راه واقيلا غير ضربها البرد. فهاد الفتره اللي ولدت هو راجلي ما خلانيش انني نشرب الفانيد ديال الولاده، تيقول لي غادي يدوز البنت في الحليب وغادي يضرها. المهم كل خطر الاعذار حيت كيف قلت لكم عنده فوبيا من هذا الشيء. بعد ما دات بنتي 7 شهور كنلقى راسي حامله من جديد. صدمت وبغيت نحمى حيت كان خصني نفطم بنتي، واخا دازت صعيبه ودازت عليا صعيبه. هاد الفتره من بعد السيد بدا كيدوي بشي كلام غير طبيعي، مع الوقت بدا كيزيد اليقين ديالي اكثر واكثر بلي انه لا ماشي عادي وماشي طبيعي. جالس بلا خدمه، اذا جاب الله شي خدم شي ايام تيبدا يقول لنا هادو تابعيني وهادو ديري ليا، وتيجلس. بعد هادشي كامل مشيت لدارنا من جديد زياره وديت بنتي معايا. قال لي اخويا هادشي اللي في صدر بنتك راه ما عجبنيش، غدا غادي يديك دوزي ليها بلا خبر راجلك. فعلا لغد ليه مشينا وقلب ليها الطبيب صدرها، قال لي ديري لها الراديو. سولتو علاش الدكتور؟ قال لي ديري ليها بعدا. منين درت لها الراديو الطبيب غادي يتيقن بلي انا وبنتي عندها ثقبه في القلب. تصدمت وبكيت كنشوف كبدتي قدامي، مستحيل نقدر نوصف لكم هذاك النهار. كنبكي وكنت في حاله هستيريا من الحسره والحزن والالم. قلتها لامي وبقات تسكت فيا وهي ربي اللي عالم بها. الطبيب غادي يخرج لي الدوايات، مشيت لداري قلتها لحماتي وحمايا، قالوا لي ضروري نعاودو نمشيو عند الطبيب ديال القلب باش نتاكدوا. فعلا غادي ياكد لهم بلي انه 100% بنتي عندها ثقبه في القلب وكبيرة. كل ما تفكرت هذا النهار كنتزير، وكيف العادة السيد ما مشاش معايا. فاش قلت ليه البنت شنو عندها قال لي لعبوا ليك براسك وبنتي ما بيها حتى شي حاجة. أنا تنبكي والسيد اللي كنتسناه يواسيني في بنته زادني صدمة فوق صدمة، وأنا حاملة وربي اللي كان عالم بيا. كمدتها في قلبي وسكت، ومن هنا غادي يبداو معانات وحدة آخرين. أنا اللي خاصني نوض نجري على بنتي، قالوا لي ضروري من العملية حيتاش عندها ثقبة في القلب اللي كبيرة وأنا حالة ضعيفة
وما عنديش، واللي قالوا لي عليه محسن كنمشي كنهز بنتي ونمشي عنده، كرشي فيها 7 شهور وبنتي دايره في ظهري وكنمشي كنجري، ما حساش، بغى غير نعتق بنتي، تنبكي بالليل وبالنهار. وهادشي كامل والسيد ما فهادش العالم، تيقنت بلي انني ما كنتعاملش مع انسان عادي ولكن مع شخص مريض، مريض مرض عقلي. زوجوه ليا هو مريض وانا ما كنتش عارفه وما كنتش عايقه، والديا ما سولوش على الاصل ديالو شكون هو، وانا في عز هاد الازمه ديالي خصني نقي ليه فاش كيجيه المرض ديالو، خصني نغسل ليه، خصني نقي ليه ظفارو، خصني نبدل ليه حوايجو، اعزكم الله خصني ندير هادشي كله. بعد شي شهور قالوا لي بلي انه خصك تنعسي مع بنتك في واحد السبيطار، نتسناو لعله وعسى دير شي عمليه. في رمضان كنقيل معها صايمه وكنبات صايمه، العيالات اللي معايا اللي مع وليداتهم جايبينهم تيقولوا لي انت غادي تقتلي داكشي اللي في كرشك، تنقول لهم يا ربي تسمح لي غير يموت، انا كتهمني هذه اللي كنشوف فيها دابا وكتطلبني نعاونها، ما فهماش وما عارفاش، انا والله ما حاسه بحتى شي حاجه، باغا غير بنتي تعالج. غادي نعاود نرجع بها للدار في رمضان. في واحد العشيه كنت حطيت الفطور، هي تبان لي بدات كتزراق، شدتها كريز وانا ما عقلتش، شديت بنتي وكنغوت لربي اللي خلقني وكنبكي، ديتها للسبيطار ضربوا لها واحد ليبره، عاد بدات تتنفس شي شويه وترخات. رجعت للدار وبدا عليا باب السبان والنعله راجلي، هادشي كله دارو على اساس انا هي السبب، وانا راه ربي اللي عالم بيا، كنتقطع تصورو. هادشي كله دايز عليا وما قدرت نقول لوالديا والو، عمرني ما قلت لهم حتى حاجه. من بعد الحمد لله تيسرات ليا واحد العمليه في كلينيك ومشيت مع بنتي. نهار ديال العمليه الاطباء كيدوزو عليا وانا جالسه من فوق واحد الضص كنتسنى جسد بدون روح، كنتسنى غير شي حد يعطيني شي خبر. بقيت في واحد السيد هو يقول لي هاجي تشوفي اختي بنتك، واخا راه مازال ما فاقت. منين دخلت ما نقدرش نوصف لكم هذاك الشعور، بنتي كلها اجهزه كتنفض انفاسها الاخيره، حيتاش العمليه ببساطه ما نجحاتش. بقيت كندعي وكنبكي ونقول غادي تولي لاباس وبخير ونسام بين يدي. جيت للدار نرتاح، لغد لي رجعت باش نطلع لها من الشرجم، ما خلونيش ندخل عندها، عينيها كانوا مسدودين. من بعد مشيت عند شي ناس اللي قراب من الكلينيك، في الليل كيوصلني اتصال من السبيطار ضروري خصك تجي. ملي مشيت كتخرج لي واحد السيده اللي عمرني ما شفتها، كتقول لي ما كانش خاصك ديري لبنتك العمليه حيتاش الجسم ديالها ما غاديش يصبر، ودابا هي ما بين الحياه والموت. الله يا ربي الله، انا عارفه هادشي علاش زدتي قلتيه ليا، تنقول غير يا ربي كبتي يا ربي كبتي. بكيت سخفت طحت، وانا ديك الساعه عندي 9 شهور في كرشي، ربي اللي عالم ما عرفش كيفاش دوزت ديك الليله. الصباح تعيطوا عليا تيقولوا لي البركه في راسك. اصعب احساس ما عقلتش على ولدي اللي في كرشي، ما عقلتش على شكون عزاني، ما عقلت على حتى شي حاجه من غير انه بنتي راه مشات ليا. صدمت وكنصبر في راسي وتنقول ربي ما بغاهاش تعذب في الدنيا. من بعد ايام قليله تزاد ولدي، ربي عمر ليا الحضن ديالي من جديد، حيد لي حاجه وعطاني حاجه، الحمد لله فرحت به. واخا مره كنبقى كنبكي ونقول كون غير كانت بقات، كون راه دابا كتلعب معاه وفرحانه بخوها. دوزت نفاسي وانا كنردد غير الحمد لله. السيد كل شهر كل سنه غادي وكيتكفس، مرضو غادي وكيتزاد، ولدو تيكبر، وانا كنلعب زوج ديال الادوار. خصني نكون الاب والام في نفس الوقت، واذا بغى يضربوا باه ما كيفاش ما كيكونش في هذا العالم انا اللي كنتلقى ديك الضربه. واخا هادشي كله اللي داز عليا الحمد لله وشكراه. غادي نكذب عليكم اذا قلت لكم بلي انني ما فكرتش في الانتحار في اوقات الضعف، ولكن ديما كنتفكر شمن وجه غادي نتلقى به مولانا. صلاتي شاده فيها بيدي وبرجلي، وديما تنقول ربي انت اللي حطيتيني في هذا الموقف، وانت اللي قادر بوحدك انك تخرجني منه. انا حامدك وشاكراك ولدي، انا كلشي في حياته ومتعلق بيا بزاف، وانا حاليا ما قادره ندير حتى شي حاجه في هذه الحياه اللي عايشه وسط منها من اهانات وضرب وسب، وما دايره والو. راجلي تيهضر في شي امور ما كاينينش في هذه الارض الواقع، الادويه ما تيبغيش يشربهم، العلاج رفضوا نهائيا. الحاجه الوحيده اللي ندمت عليها هي قرايتي، كون قريت كنت على الاقل انا اليوم في واحد المستوى ندير به شي حاجه. ما لقيت حتى شي حد يوقف معايا، تزوجت وانا صغيره ما بقيتش عارفه واش غنقدر نصبر على هذا الوضع، لاني خايفه لانه ولدي في الاخير يتاذى. ما كرهتش نستقل بنفسي، ولكن والله ما عرفت كيفاش ندير باش نزيد للقدام، باش نخرج من هذا الوضع الكارثي اللي كل نهار كياكل مني شويه. النعاس ما كنقدرش نعسو، كنت مراهقه نشيطه وحيويه، بين ليله وضحاها تطفيت وليت انسانه مكتئبه وبدون شخصيه، واللي جاي يمسح فيا رجليه ويديه وليت مدلوله وما عنديش قيمه. انا اليوم عندي 24 سنه، صغيره بزاف، ولكن عشت امور كبر مني وعياوني. في هاد السن كنحارب هاد الشيء كله على ود ولدي باش نبني ليه مستقبل انا ويشرفو. انا كل نهار تنصبر وفي نفس الوقت كنتحرق وما عارفاش نعاون راسي ولا نزيد به القدام. بعيده على دارنا ب 300 كيلومتر، وولدي عنده 5 سنين، واخا تيقرا
وقت الفراغ ما كاينش اللي يشدو ليا، بغيت نخدم غير في الميناج حيت ما عنديش شواهد باش انني نخدم في شي حاجه كبيره. ونفرض انه حتى اذا بغيت نقرا ما يمكنش، انا بعيده على المدينه ب 30 كيلومتر، ما كاينش اللي يديني ولا يجيبني، ما كاينش اللي يعطيني حتى فلوس الطوبيس ولا الطاكسي. اما راجلي كيخدم شي شهوره، فاش يرجع ليه مرضو النفسي تيجريو عليه. في نفس الوقت فاش كتجي حالته انا اللي كنهتم به. الباب اللي فكرت فيه كنلقاه مسدود. نصيحتي للبنات، قرايتكم ثم قرايتكم ثم قرايتكم، القرايه اللي غدير لكم العز، القرايه اللي غادي تخرجكم من شي بير مظلم اذا دخلتوا ليه، القرايه اللي كتحدد لكم مصيركم. عاونوني بالدعاء، وعاونوني بشي فكره نتاع شي خدمه ولا شي حاجه اللي نقدر نديرها غير من داري. هذه هي حكايتي، وهذه هي كانت حكايه هند. هند، اول حاجه فكرت فيها من بعد ما قريت القصه ديالك انه بما انه الوضع ديالك المادي حاليا مكرفس، زائد انه راجلك مريض، ضروري انك تحبسي الاولاد. وخليني نقول لك واحد الحاجه اللي غادي تهون عليك ولا تبرد عليك، ما تحسبينه انت دابا كابوس فاش كتعيشي. فراسك بلي انهم هذوك اللي ما عندهمش الابتلاءات وعايشين احلى عيشه وما عندهمش لا مصائب لا مشاكل، وكيبانوا لنا حنا بلي انهم راهم عايشين. سيدنا رسول الله تيقول يود اهل العافيه يوم القيامه لما كيشوفوا هاد اهل الابتلاء كيفاش مولانا كيصب عليهم الاجر صبه، كيبغيو لو ان الجلود ديالهم كانت قرضت بالمقارض. هناك اجر كبير عند مولانا الاهل الابتلاء. هو صحيح بلي انه صعيب هادشي مناش كدوزي حاليا، ولكن ما تحزنيش على هاد الابتلاء، وانا عارفك بلي انك كتقولي الحمد لله الحمد لله وهنيئا لك. ما تحزنيش على هاد المشاكل اللي طحتي فيهم، صبري وحاولي تشوفي كيفاش تحليها، ولكن الاجر من مولانا. واكيد المتابعين الكرام نتاع هاد القناه ما غاديش يبخلوا عليك باش يعطوك الاراء ديالهم او الاقتراحات ديالهم نتاع شي خدمه ولا شي حاجه اللي تقدري تهزي بها راسك وولدك. وهذا هو رايي والله اعلم. يا متابعين يا كرام، كيف العاده كيف عودتونا، ما تبخلوش على الكلام ديالكم الجميل والطيب انكم تعطيو الهند في التعاليق لانها غادي تقراه. عطوها شي اقتراحات اللي عندكم في بالكم، شي خدمات اللي تقدر تخدمهم من الدار، اقترحوا عليها ايا كان اللي يقدر ينفعها، ولكم الأجر في ذلك. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.